صحيح، يوم 19 ماي وزير خارجية روسي سيد لافروف زار الجزائر، واستقبل من قبل فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وجرى بينهما حديث مطول استغرق أكثر من ساعتين. تحدثوا طبعا حول مسائل تهم بلدين، خاصة الحوار السياسي، تعاون اقتصادي تجاري وفي غير مجالات. وأثناء هذا اللقاء سيد لافروف جدد دعوة رئيس عبد المجيد تبون، نقل له دعوة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين لزيارة روسيا الاتحادية، واتفقنا بتسريع تحضير هذه الزيارة. ومن المتوقع أن هذه الزيارة سوف ترفع مستوى العلاقات إلى نوعيا بتوقيع وثيقة استراتيجية. ستكون هذه الوثيقة بديلة لإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا موقع في سنة 2001. ونحن الآن في طيرة تحضير هذه الوثيقة الاستراتيجية وتحضير زيارة رئيس الجزائر إلى روسيا.